الباشا سامي القلاوي الأغنى من السلطان، صفحة سوداء في تاريخ المغرب الحديث، ملك 16,000 هكتار في الحوز ومئة امرأة بين جارية وزوجة وخادمة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. لا يمكن الحديث عن الحوز دون التعرض للصعود الباهر لعشيرة القلاوي، فحسب بول باسكون من خلال كتابه الفترات الكبرى للقيدية، فإنه من المستحيل دراسة التاريخ الاجتماعي والبنيات الزراعية في حوز مراكش دون التساؤل عن صعود رؤساء قلاوة وأكثرهم شهرة ونفودا التهامي القلاوي، ولكن نعطي فكرة سريعة عن الأهمية السياسية والاجتماعية اجتماعية للتهامي القلاوي. فعند تنفيذ الحجز على ممتلكاته في سنة 58، كان مجموع الملكيات القروية المسجلة في الحوز وحده يغطي مساحة تبلغ 11,400 هكتار مسقية، وكانت أسرة القلاوي بمعناها الواسع تملك أكثر من 16,000 هكتار في الحوز، وكانت تمتلك 25,000 هكتار في المجموع من الأراضي التي لا تتوفر على رسوم، ولا تدخل في ذلك الأراضي التي ليس لها رسوم ولا شجر الزيتون التي تبلغ 660,000 شجرة، دون احتساب الأراضي ولا المياه أو الملكيات الموجودة في أقاليم أخرى. ويعتبر هذا أكبر تركز عقاري عرفه المغرب، حيث فاق بشكل كبير ملكيات السلطان في فترة الحماية. حكم الباشا مباشرة أو بواسطة أبنائه طيلة 44 سنة، عددا من السكان فاق المليون نسمة إلى سنة 55، وترك التهامي القلاوي في قصره عندما توفي عام 56 حوالي 100 امرأة بين خادمة وجارية وأرملة واحدة هي والدة عبد الصادق. وكان الباشا قد تزوج شرعا 5 سيدات، خلف منهن 9 أبناء أحياء. لحظة وفاته لا تضع بينهم شريعة الإرث فرقا، سواء كانت أمهم جارية أم زوجة شرعية. وقد رفعت الذاكرة الشعبية شخص القلاوي إلى مصاف الشخصيات الأسطورية. كانت شخصية التهامي القلاوي الأسطورية مرادفة لتعبيرات العنف القاهر واغتصاب الثروة، وكذلك صورة الحامي الذي يحترم تعهداته ووعوده بالتدخل الدائم للدفاع عن قومه وحلفائه بحماس وقوة. نظرا لاطلاعه الواسع على الأعراف والعادات ومعرفته الشخصية بالأفراد، وكانت للرجل أيضا سلوكاته الغريبة التي استهدف من ورائها إبراز تفرده في الثروة والحكم، وبديهي أن شخصية مثلت عصرا انتهى تنسج وتتراكم حولها أحكام مناقضة لأحكام الحاضر، وتكتسي تلك الأحكام صبغة التسامح والطابع اللاشخصي للإدارة، ذلك أن الأسطورة لا تصاغ انطلاقا من الماضي فحسب أو المستقبل المثالي، بل تصاغ أيضا بشكل يساعد على تحمل الصعوبات الراهنة. كانت تهامي القلاوي الطفل السادس داخل أسرة تضم 7 أطفال ينحدرون كلهم من أم واحدة ذات بشرة سوداء. ولد في سنة 1878 في دار قلاوة بتلوات، التي جعل منها والده سنة 1870 مقرا للإقامة داخل القصبة وشبه سكنة عسكرية يحيط بها سوق أسبوعي، أصبح فيما بعد مركزا تجاريا. ولد التهامي القلاوي في وقت أخذ فيه نجم المزواريين يصعد في سماء القبيلة بعد سنوات من الصخرة والإدلال والقهر. كان جده أحمد المزواري يتولى منصب أمغار أو شيخ على قبيلة تلوات، وكان يعتمد في تدبير معاشه اليومي وقوت أهله على ما كان يصله من فتوحات من قبائل اعتقدت صلاحه وقدره. وبعد اكتشاف معدن الملح بأزرود بدأ عصر الرقي الاقتصادي والتجاري لعائلة المزواري، الذي ورثه لابنه محمد أبي بيط والد التهامي القلاوي، الذي عمل على التقرب من السلطان مولاي عبد الرحمن.
لا تشير الكثير من المصادر التاريخية لطفولة التهامي باستثناء بعض الإشارات بخصوص تلقيه تعليما دينيا بكتاب تابع لقبيلة تلوات وتكوينا أوليا عن أساليب الحرب. وقد أكد بول باسكون في مؤلفه الفترات الكبرى للقيدية بالمغرب أن دراسة سيرة حياة أسرة الجلاوي غير ممكنة ما دامت الوثائق المتعلقة بها لم تصبح بعد عمومية، وبأن الأرشيف العائلي لهذه الأسرة ما زال محتجزا منذ سقوطها. كان للصعوبات التي واجهتها أسرة الجلاوي وبخاصة والده محمد أبي بيط في مسعاه للتقرب من المخزن وفرض سيطرته على عمق ورزازات والاستيلاء على قصبة تاوريرت أثر في تربية وتكوين التهامي منذ بلوغه الرابعة من عمره. بعد 7 سنوات على ولادته توفي والده محمد أبي بيط المزواري في 1886 ليصبح تحت كفالة شقيقه الأكبر المدني. كانت حياته مثل الرحل، إذ كان منذ ولادته يرافق والده وشقيقه الأكبر المدني في الحركات المخزنية في سياق العلاقة القوية بين المدني الجلاوي والسلاطين العلويين، خاصة مع السلطان مولاي عبد العزيز. أصبح في بداية شبابه متابعا وشغوفا بالشؤون القبلية والمخزنية، وكان عمره يقل عن 30 سنة عندما عينه السلطان مولاي عبد الحفيظ في منصب باشا مراكش، في الوقت الذي كان شقيقه الأكبر المدني الجلاوي يتولى مهمة وزير الحرب في مخزن مولاي عبد الحفيظ. لقد جعله تعاونه مع المستعمر الفرنسي وقربه من مخزن السلطان مولاي عبد الحفيظ أغنى من السلطان نفسه. ما زالت ملاحظة بول باسكون بشأن ندرة المصادر الموثوقة والأصلية التي تكشف خبايا شخصيته تجعل كل الروايات حول التهامي الجلاوي تتخذ طابعا وصفيا، شخصية عنيفة وفي نفس الوقت محبة للحياة وحشا مقدسا خرج من العصور الهمجية ورجلا عصريا عرف كيف يخترق العوالم الغربية إلى أن بلغ درجة أصبح فيها نموذجا يقتدى به وصاحب نفوذ داخل المخزن وداخل إدارة الحماية الفرنسية. كانت النساء الساهرات على ملبسه يتوفرن على دمى فارغة ومخرومة، يضعن عليها ثيابه وباقي ملابسه الداخلية، وبعد أن يرششنها بماء زهور البرتقال يضعن تحتها مبخرة يزودنها بالعنبر والمسك والصندل وأنواع أخرى من البخور، وبهذا كانت عناصر البخور تلتصق بالملابس بفعل الرطوبة المعطرة لماء الزهور. وكذلك كان يلبس الجلاوي كل صباح، يحكي عبد الصادق الجلاوي في كتابه الأوبة الذي خصصه لوالده باشا مراكش القوي. لم يذكر ابن الباشا عدد النساء اللواتي كانت مهمتهن فقط تعطير جلاليب والملابس الداخلية للباشا التري والقوي في عهد الحماية والاهتمام بحماماته وزينته اليومية، لكنه ذكر أن الطباخات فقط كنا 30 امرأة دون احتساب البوابات والبستانيات والمكلفات بالغسيل والموسيقيات اللواتي تم استخدامهن من دول أخرى كثيرة مثل تركيا للعزف وتعليم العزف للنساء في قصر الجلاوي أيضا. كل ذلك يشي بأن عدد النساء في قصر الباشا كان كبيرا جدا، فكل المهام داخله كانت موكولة للنساء. كان عبد الصادق الذكر الوحيد الذي يسمح له بولوج القصر الفخم، وإذا ما تطلب البيت إصلاحا ما أو أعمالا لا يتقنها غير الرجال كان يتم حبس النساء في جناح خاص تحت سلطة البوابات إلى أن ينهي الرجال عملهم، حتى أولاد الباشا لم يكن مسموحا لهم بالمكوث في القصر وكانوا يعزلون عن أمهاتهم بمجرد أن يكبروا قليلا لتفادي أي اختلاط مشبوه بين أي ذكر والنساء اللواتي تعج بهن الدار.
كانت عادة غريبة أن تستقبل الأمهات أبناءهن كأشخاص غرباء عن العائلة، بحيث لا يمكنهم الاتصال بالحريم الذي يعيشون في كنفه، ولكي يرونهم كان من اللازم الحديث معهم ولقاؤهم في حجرة خاصة تحت حراسة البوابات لوقت قصير. وفقط حين يصبح الفتى رجلا ويحوز استقلاله وبيته، يسمح الباشا لأمه أن تذهب لتعيش معه. عندما توفي الباشا القلاوي يوم 23 من يناير سنة 56، كانت تعيش في بيته الفخم بمراكش 100 امرأة، فإلى جانب زوجاته مثل قمرة تركيا ونديدة تركيا، زبيدة، فاطمة وزينب، أرملة أخيها المدني التي تزوجها بعده، وكلهن أنجبن له أولادا أو بناتا، فقد كان في بيته عدد من الإماء والجواري. وكتب ابنه عبد الصادق عن هذا الموضوع قائلا: أذكر أنه في الدار كانت توجد إيماء حقيقيات اشتراهن أبي من النخاسين الذين كانوا موجودين في مغرب بداية الحماية، كانت بينهن السوداوات ذوات الوجوه الموشومة الآتيات من أعماق إفريقيا، بعد أن اختطفهن أيادي رجال القوافل لبيعهن هنا أو هناك. كان بيت القلاوي يعج بالنساء من جواري وخادمات يقمن بمهام كثيرة لتوفير الطعام ومختلف الخدمات للباشا وضيوفه ومن يعيش تحت كنفه. فحسب ابنه فإن دار القلاوي كانت تستهلك 1500 قنطار من الدقيق شهريا، وكانت الخبازات يعجن يوميا في معاجن قصره، ثم يرسل العجين إلى الفرن مع كوكبة من الحمالين. وعن أصول هؤلاء النسوة اللواتي كنا يشتغلن في دار القلاوي، كتب عبد الصادق قائلا: كانت أغلب النساء اللواتي يعملن بالدار آتيات من أصول ومناطق أخرى، فقد كنا إما بنات عبيد استقروا منذ أجيال في بيوتنا بالجنوب، أو بنات محاربين رزقوا الكثير من الأولاد فاختاروا وضع بناتهم لدى السيد لتخفيف عبء تربيتهن وإطعامهن، أو بنات الخدم والمزارعين الذين وضعوهن في الدار مقابل الأجر والمسكن، وقد كنا كلهن من مناطق نفوذ العائلة. وبخصوص الأجنبيات اللواتي تم استقدامهن من بلد آخر، يقول المصدر ذاته: هناك بعض الموسيقيات اللواتي تم استجلابهن من تركيا بداية القرن، وتم وضعهن لدى بعض عائلات الأعيان لتعليم نساء المجموعات الموسيقية قواعد الموسيقى والرقص. بعض هؤلاء التركيات الجميلات استطعنا أسر قلب الباشا، حيث أنجبت له واحدة اسمها قمر 4 أبناء، هم إبراهيم وعبد الله وأحمد والمدني، آخرهم رحل إلى دار البقاء سنة 1990، فيما أنجبت له نديدة تركيا محمد وفطومة. وعنهن كتب عبد الصادق في كتابه أبي الحاج التامي القلاوي قائلا: كانت اللواتي بدارنا من الجمال واللطف والرقة، بحيث استطاعت بعضهن اجتذاب سيد البيت، بل إن منهن من منحته أطفالا، وإحداهن الأجمل والأكثر ثقافة كانت عاقرا. وحتى يخفف عنها الباشا سوء الحظ هذا، كان يخصها بأجمل الحلي وأباها، مرددا بأن من حقها أن تكون بهذا أكثر حظوة من النساء الولودات. وكشف عبد الصادق أن هذه المرأة عادت إلى أنقرة للعيش بين ذويها بعد وفاة الرجل القوي باشا مراكش. وكتب عبد الصادق في موضع آخر متحدثا عن دهشة الأوروبيين الذين يزورون والده بمراكش: لم يكن حضور النساء بذلك العدد الوفير إلا ليثير فضول ودهشة أصدقائه الأوروبيين، فقد كانوا ينعتونه بالحريم واجدين من دون شك في تلك التسمية طابعا غرائبيا يرضي منزعهم.
وأضاف: الإسلام حدد تعدد الزوجات بصرامة، أي الاكتفاء بأربع، وما ملكت الأيمان فقد كانت الإيماء والجواري عبارة عن غنائم الحرب أو من المقتنيات الخاصة، ويحق لمالكها معاشرتها، وكان أبناؤهن يتمتعون بنفس حقوق الأبناء الناجمين عن الزواج. وأورد السفير المغربي الراحل أنه كان من الغريب أن يرى المرأة الأب يحتفل بعقيقة عدة أبناء في الآن نفسه مع أمهات في مرحلة واحدة من النفاس. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.